المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ما زال المصنف في باب الوضوء من كتاب الطهارة من هذا المصنف العظيم بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقد أتى على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل مات سنة 50 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الصحابة الشجعان رضي الله عنهم أجمعين، وكان حكيما في أقواله قد آتاه الله الحكمة، وكان يقول كما نقل الذهبي في السير عن التعدد في الزواج، كان يقول صاحب الواحدة عليل يعني مريض، إن مرضت مرضة وإن حاضت حاضة، ده نقل الذهبي في السير. قال وصاحب الثنتين بين نارين تشعلان، يعني اللي عنده اثنين ده موضوع صعب، بين نارين، والنارين في قوة أو في ناس بيوجدوا بيشعلوا في نارين، ما نار واحدة، النار بلا مشتعلة وهي اثنين نارين، والنارين مشتعلات في ناس بيشعلوها زيادة، اثنين بيشعلوها زيادة، صاحب السنتين ولازر عنده باقي ما بنكمل. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. الناصية هي مقدم الرأس أو الشعر الذي في مقدم الرأس، شعر القدام ده، ده هي الناصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وكان لابس عمامة، وفي لفظ عند مسلم من هذا الحديث في رواية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، والخمار قال النووي المقصود به هو العمامة لكونه يغطي الرأس، فسميت العمامة التي تغطي الرأس بشنو؟ بالخمار، لأن التخمير هو التغطية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المغرب فخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله وكفوا صبيانكم حتى تمضي من المغرب ساعة فإن للشياطين هيجا. شوف الصغار إذا كان بيلعبوا العصر أول ما المغرب يقرب قال لك دخلوا الأطفال، دخلوا، لأنه الوقت ده الشياطين فيه شنو يا جماعة؟ عندها هيجا. والشاهد من الحديث قال وخمروا آنيتكم، خمروا يعني غطوا، فالخمار هو الذي يغطي، ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل.
والعمائم عند العرب كانوا يقولون عنها هي تيجان العرب، العمامة هي تيجان العرب، والمقصود بالعمامة هي التي تلف على الرأس، أما التي توضع يعني زي حق أخونا دي ما عمامة، إنما العمامة شنو يا جماعة؟ التي تلف، وكانت من عادات العرب وكانت هي تيجانهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمائم، وجاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسها لأصحابه، وأحيانا يلفها لمن أرسله، أزور رسله ماشي يبلغ دعوة أو ماشي أمير على سرية، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيده يلف له العمامة على رأسه، ورد في السنن. وجاءت الهيئات والصفات التي كان يلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم عمامته على صفات مختلفة، منها أنه كان يلف على رأسه ويرسل ذؤابتها، دي العزبة دي برسلة يرسلها إلى خلفه بين كتفيه، دي الصفة. الصفة الثانية التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام كان يلفها ويرسل طرفها أمامه عند كتفه الأيمن بهنا. الصفة الثالثة أنه يلفها ويرسل طرفها عند كتفه الأيسر بهنا. دي كم صفة؟ ثلاث. الصفة الرابعة التي وردت في السنن أنه كان يلفها ويجعل لها طرفين، طرف من الأسفل من خلفه، وطرف يعني يأتي في نهاية اللف ويدخله بفوق من أعلى ثم يخرج الطرف، يعني واحد طالع بيتعد والتاني بيجي بفوق بهنا وبيدخل جزء منه ويقوم يمرقه تاني، يبقى واحد مرسل من فوق واحد مرسل من شنو نازل من تحت، وكلها وردت عنه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كانت العرب تحنكها، التحنيك يعني يجيبوا الطرف يشدوه هنا تحت شنو؟ تحت الحنك ويدخلوه، زي الآن بعض القبائل عندنا بالسودان بيلبسوها كده كعادة عندهم. أيضا هذه وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على الناصية ثم كمل على العمامة. قال النووي: والمسح على العمامة يكون بالمسح على دوائرها، ما هي مدورة لافة صح، فالمسح يكون شنو؟ على الدوائر دي، ده المسح على العمامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الوضوء إذا كان يلبس العمامة صفات في المسح في الوضوء، مسح الرأس. الصفة الأولى كان يمسح الناصية، والناصية الشعر اللي بيطلع بهنا، ثم يكمل على العمامة. الثانية أنه كان يمسح على العمامة فقط، وده ربما إذا ما كان في شنو الشعر القدام ظاهر يعني، وأحيانا كان يخلعها ويمسح على رأسه. هل يشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على طهارة يعني على وضوء كالمسح على الخفين؟ والحديث جاء فيه المسح على الخفين، لكن ما حنتكلم عنه بتفصيل لأنه جايين في باب وفي حديث أحاديث مستقلة فيه تفصيلات كثيرة، لكن عليكم تعلم أن المسح على الخفين عنده شرطين اثنين، يعني عشان يجوز لك تمسح على الخفين لابد من شنو يا جماعة؟ شرطين. الشرط الأول أن تلبسهما على طهارة، يعني قبل لما لبست الخفين تكون أنت متوضي أصلا،
ولبستهم الخفين بعد ذاك الوضوء لو اتقطع خشيت الحمام وكذا، لو قدرت تتوضا ثاني بتيجي تتوضا لحد اذنك وتمسح بس على الخفين. الشرط الثاني المده للمقيم يوم وليله، يعني يقول لك تمسح كل ما تتوضا تمسح كل ما تتوضا تمسح على الخفين ليلتين. انت مقيم في بلدك يوم وليله، يعني الليله يعني زي 24 ساعه. وللمسافر 3 أيام بلياليها يعني 72 ساعة. طيب العمامة، احنا كلامنا عن المسح على العمامة في الوضوء، هل يشترط نفس الشروط أو نفس الشرط في المسح على الخفين عشان يجوز تمسح على العمامة لابد تكون لبستها قبل على وضوء على طهارة؟ الصحيح أنه لا يشترط لعدم وجود الدليل. ولو قال قائل هل يجوز لنا أن نقيس المسح على العمامة على المسح على الخفين، قال العلماء قاعدة العبادات لا يقاس عليها، العبادات لا يقاس عليها، ما بيقاس عليها، كل عبادة عندها أدلة برع. فالمسح على العمامة عبادة مستقلة عن المسح على الخفين، عشان كده العلماء قالوا لعدم وجود الدليل على اشتراط الطهارة لجواز المسح على العمامة، فلعدم وجود الدليل على ذلك لا يشترط الطهارة لجواز ولمشروعية المسح على العمامة. وعلاقة الحديث بباب الوضوء ظاهرة، لأنه بيتكلم عن الوضوء لمن كان يلبس العمامة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. رجوا النسائي هكذا بلفظ الأمر، وعند مسلم بلفظ الخبر. والحديث صححه الشيخ الألباني رواية النسائي، وهي عند مسلم صحيحة، لكن رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به يعني بالأمر، ابدأوا هذا فعل أمر. ورواية مسلم بلفظ الخبر أي نبدأ بما بدأ الله به، وهو من رواية جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما. ليه قلنا رضي الله عنهما؟ لأنه جابر صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما. وجابر هو من فقهاء الصحابة قال الذهبي ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: وكان مفتي المدينة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وكان له علم غزير، وكان من الصحابة الشجعان الأقوياء في المعارك وفي الغزوات رضي الله عنه وعن أبيه. وقيل توفي سنة 77 للهجرة، وقيل 78 للهجرة، وقد عاش 94 سنة، وقد عمي في آخر حياته وكف بصره رضي الله عنه وعن أبيه. في نسخة في سبل السلام، من اللي عنده سبل السلام؟ في زول شايل سبل السلام؟ مكتوب، شوف كده في الطبعة اللي عندك في سير جابر، أي مكتوب إنه توفي سنة 94، مكتوب هكذا، مكتوب 94، فكلمة 90 دي غلط، عاملها 70، ده خطأ مطبعي.
وله 94 سنة، مش كده مكتوب؟ أيوة. فتسعين الأولى دي 70، أقلبها 70. صنعاني قال توفي 94، والصحيح 74 للهجرة، لكن مات عنده 94 سنة، عمره كان 94 سنة لأنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما الذهبي بالسير قال توفي سنة 77 أو 78، فتوفي في السبعينات للهجرة وليس التسعينات، لكن عمره لما مات 94 سنة. وعن جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من روى صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام هو جابر بن عبد الله، لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وروى أطول حديث في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سمي الحديث بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وألف فيها وألف فيه العلامة الألباني رحمه الله كتابا كاملا، وأسماه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه، ألف كتاب كامل في حديث، وهذا الحديث هو العمدة في صفة الحج. قال الشيخ ابن عثيمين العلامة رحمه الله: ولذلك جعل حديث جابر منسكا وحده في الحج. ودي قطعة من الحديث ذاته، الحديث الآن اللي هنا عندنا في الوضوء اللي بندرسه الآن، وعن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، دي قطعة من الحديث. لكن زي ما قلنا لكم إنه عادة الحافظ ابن حجر في هذا المصنف أنه يأتي بموضع الشاهد، في الغالب يعني بيأتي بموضع الشاهد من الحديث حتى لو كان قطعة صغيرة، عشان كده قال وعن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، اختصر الكلام. قال: ابدأوا بما بدأ الله به. ودي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أصلا، والحافظ ابن حجر جاب في باب شنو يا جماعة؟ الوضوء. انتبه للحتة دي. وقال ابتين في الحج النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين عليه الصلاة والسلام، واستلم الركن أي الحجر الأسود، وهذه السنة، ثم انطلق إلى السعي بين الصفا والمروة، فذهب إلى الصفا أولا وقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية. ثم قال بعد الآية: ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الآية بدأت إن الصفا، فالبداء في الآية كانت بالصفا قبل المروة، فذهب إلى الصفا وقرأ الآية التي بدأت بالصفا، ثم قال بعد الآية: ابدأوا، وفي رواية مسلم: نبدأ بما بدأ الله به. وهنا قاعدة ذكرها العلماء عظيمة جدا فقهية، وهي أن ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. قاعدة تدخل في أبواب كثيرة في الفقه، هتلاقيه كثيرة القاعدة دي. ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به شنو؟ فعلا. ليه؟ قال سيبويه: لأن العرب تبدأ بالأهم فالمهم،
في كلامه لما يجيبوا حاجة في البداية بعد ذاك ويعطف عليها الثانية معناته الأولى دي عندهم شنو يا جماعة؟ الأهم. وقد نزل القرآن بلغتهم أي لغة العرب. فبدأ الله بالصفا، إذن الطواف فعل الطواف، والفعل في الطواف يبدأ بشنو يا جماعة؟ بالصفا. قالوا لأن هذا من البلاغة العظيمة التي نزل بها القرآن بلغة العرب وبلاغتهم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب الحافظ ابن حجر جاب الكلام ده، دخل شنو الصفا والمروة وكذا، وابدأوا بما بدأ الله به. أيوة، أتى المصنف بهذا النص ليدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شوف الترتيب، وأيديكم إلى المرافق، دي بعد الوجه طوالي مش كده، وامسحوا برؤوسكم مش كده، ودي بعد المرافق طوالي في الترتيب، وأرجلكم ودي بعد الرأس طوالي، والأذنان من شنو؟ من الرأس، وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. فالمصنف جاب الرواية دي ليدلل على وجوب الترتيب في الوضوء، على وجوب الترتيب في الوضوء، يعني الترتيب حكمه شنو يا جماعة؟ واجب. ومن هنا قال العلماء من لم يرتب غسل الأعضاء في الوضوء فوضوءه باطل. ده الدار يقول لنا المصنف من إراده لهذا النص من رواية جابر، يعني لو في زول جاء أول حاجة غسل كرعينه أول حاجة، بعد ذاك مشى غسل وشه دار يتوضى هو، بعد ذاك غسل إضنينه، بعد ذاك كده وضوء ماله يا جماعة، ومشى صلى، الوضوء باطل والصلاة باطلة. ليه؟ لأنه الترتيب شنو يا جماعة؟ واجب. ما هو دليل الوجوب؟ ابدأوا بما بدأ الله به والآية. ودليل ثالث، احنا قلنا الآية دليل والنص ده ابدأوا بما بدأ الله به. دليل ثالث ذكرناه ضمنا في الدروس السابقة لو تتذكر، ما هو؟ في قاعدة فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان، في حديث أبي هريرة إنهم دعوا بماء وتوضوا وقال هكذا رأيت. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب صح؟ طيب كيف قلنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا قاعدة. أيوة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء مفسرا للقرآن فهنا فعله يدل على شنو؟ الوجوب. أما فعله المجرد لا يدل بمجرده على شنو يا جماعة؟ الوجوب، إنما يدل على الندب أي الاستحباب. استفاد العلماء من إرادة الحافظ ابن حجر وغيره من المواضع الأخرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه ابدأوا بما بدأ الله به دي جات في شنو يا جماعة؟ في الحج، والسبب كانت في الحج، ولكن العبرة بعموم شنو؟ اللفظ. عشان كده الحافظ ابن حجر جاب قطعة من حديث جاء في الحج استدل به على وجوب الترتيب في الوضوء وإن كان النص جاء في الحج، فيبقى العبرة بعموم شنو؟ لكن من أين أخذ العلماء أن هذا اللفظ بالذات عام؟
لا عرفوا مش أمر كيف، عرفوا عام كيف. قال أيوة نعم نعم. قال الصنعاني، أنت ما عندك سبل السلام كشفناه قبيل. طيب قال الصنعاني لقوله ابدأوا بما، ما ما في لفظة بما الباء دي ما حرفية، ما قال موصولة، وأسماء الموصول تدل على شنو؟ على الوجوب، ما موصولية، والموصوليات تدل على شنو يا جماعة؟ الموصوليات تدل على الوجوب، عفوا تدل على العموم مش الوجوب، تدل على العموم. فقوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما، هذا عام بما بدأ الله به في الحج في الوضوء في كل شيء. فما الموصولية تدل على العموم، تدل على العموم. شوف العلماء ديل كيف، يعني الحديث ده حافظ ابن حجر يعلم انه في الحج، والعلماء كلهم يذكروا انه دي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، لكن يستنبط من احاديث جاءت في الحج احكام في جميع ابواب الدين والاداب والعقيدة وفي كل شيء، وده الفقه يا جماعة. شكل النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. زي الحزبين الليلة، الواحد متلف ساكت ولك تعانوا في العلماء ويحك في بطنه، انت علماء اخذ العلماء هنا تلا إما ده الحفاظ. طيب نعم أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على منفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. بس الليلة بنمشي سريع عشان الأحاديث كثيرة. عنه يعني عن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني. والدارقطني هو إمام عظيم جدا، وكان صحيح المعتقد، عقيدته كانت صحيحة رحمه الله تعالى. وقال الحاكم كما نقل الصنعاني في سبل السلام قال أشهد أنه لم يخلق، لم يخلق على أديم الأرض مثله. قال أنا بشهد إن الله ما خلق في زمانه في الأرض كلها زي الدارقطني في العلم والتقى والورع والفقه والحفظ. ويروى أنه كتب، لما كتب كتاب العلل كتاب كبير، وعلم العلل في المصطلح حتى ما كل علماء المصطلح وعلماء الحديث بارعين في علم العلل، لأنه هو داخل علم مصطلح الحديث علم ثاني شنو يا جماعة؟ دقيق. علم العلل جمع علة، والعلة في اللغة هي المرض، وفي اصطلاح المحدثين هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامته منها. سبب قال لك غامض وخفي، غامض وخفي. فكتب كتاب العلل الكبير، كتب كله، الكتاب ضاع، ما في بقى، ما في، ضاع منه ذاته. قال فأملاه من حفظه، قال لهم جيبوا جيبوا اكتب جيبوا الأقلام، ورسم عليهم كتبوا كله من جديد تاني. ها بعد الحزبين علماء، انت خاتي ستة سرامي الشاي في بيت البكا، ما في زي ده، ستة علماء بتاع، شنو ما تلعبوا علينا وتضيعوا زماننا عليك الله. طيب قال بإسناد ضعيف، لكن الحديث يا جماعة صحيح، صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والمرفق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه،
المرفق هو العظم الذي يربط بين الساعد وبين العضد، يعني ده المرفق معروف، ده الساعد وده العضد، فالعظم الماسك دي وماسك دي ده اسمه شنو يا جماعة؟ المرفق. وسمي مرفقا قالوا لأن الإنسان يرتفق عليه، يعني اتكل شنو؟ بيتكل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقه، يعني على مرفقيه الاثنين، يعني كان يغسل المرفق داخل غسل اليد، وده أخذناه مرة معانا، فده من الأدلة وهو صحيح، يعني ما كان بيغسل لحدينا بس، إنما شنو يا جماعة؟ كان يدخل معه المرفق في الغسل، يغسله كامل معه. ولهذا عاب بعض العلماء الذين شرحوا البلوغ بلوغ المرام كالشيخ ابن باز وغيره رحمهم الله على الحافظ، قالوا لو كان أتى بحديث أبي هريرة عند مسلم كان أولى من هذا الحديث الذي ضعفه بعض العلماء، لأنه بيجيب نفس المعنى وحديث صحيح مسلم، وهو أن أبا هريرة دعا بماء وتوضأ فغسل يديه حتى إلى مرفقيه حتى أشرع في شنو؟ في العضد، ثم غسل رجليه حتى ومع الكعبين حتى أشرع في شنو؟ في الساقين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله حتى أشرع في العضد ليدخل شنو؟ المرفقين داخل الغسل، وقوله حتى أشرع في الساقين ليدخل الكعبين في الغسل، فقالوا هذا كان أولى من هذا الحديث، لكن الحديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار يعني غسل، يعني أدار الماء يعني غسل بالماء مرفقيه. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اختلف في صحته، فضعفه بعض العلماء كالإمام أحمد والحافظ ابن حجر وغيرهما، وصححه البعض الآخر كابن أبي شيبة والصنعاني في سبل السلام والألباني رحمه الله تعالى، صححه بمجموع الطرق، وأيضا نقل عن الحافظ ابن حجر نفسه أنه صححه في بعض المواضع الأخرى، رغم أنه هنا قال بإسناد ضعيف، لكن ذكر الحافظ في مواضع أخرى أن هذا الحديث تعددت طرقه وكثرت، مما يدل أن له أصل، مما يدل أن له أصل، وصحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وبداية الحديث: لا صلاة بغير طهور ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الحافظ ابن حجر أتى بموضع الشاهد الذي يدل على وجوب التسمية عند الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء، ولا هنا نافية، والنفي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يأتي لواحد من ثلاثة أشياء،
النفي يأتي لواحد من ثلاثة أغراض. الأول إما أن يكون نفياً للوجود، إما أن يكون نفياً للوجود كقولك لا خالق إلا الله، فأنت هنا تنفي وجود خالق غير الله سبحانه وتعالى. الثانية يكون النفي نفياً للصحة، نفياً للصحة زي شنو؟ مثال. أيوة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي للصحة على الصحيح. الثالثة يكون النفي للكمال، للكمال. مثال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكتمل ولا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، فهذا نفي للكمال. ومن هنا اختلف العلماء في حكم النفي في هذا الحديث عند الذين صححوه من العلماء. ما في علماء أصلا قالوا ضعيف، كالإمام أحمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء، التسمية عند الوضوء قال ده ما ثبت فيه شيء أصلا. لكن العلماء صححوه قالوا طيب النفي ده ليش نو من الثلاثة ديل؟ ثلاثة هم شنو يا جماعة؟ الثلاثة نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. فذهب بعضهم إلى أن النفي نفي للصحة، فقالوا الماء بيقول بسم الله ويتوضأ وضوء شنو يا جماعة؟ باطل. ومنهم من قال هو نفي للكمال، يعني وضوء صحيح لكن ناقص ما كامل. والصحيح أن يسمي الإنسان عند الوضوء لأن الحديث صحيح، وخروجا من الخلاف تسمي الله سبحانه وتعالى عند الوضوء. أما إذا نسي الإنسان، ودي مسألة في الحديث، إذا نسي الإنسان وتوضأ، بعضهم قال وضوءه باطل، ومنهم الإمام أحمد رغم أنه بضعف الحديث. ومنهم من قال وضوءه صحيح إذا نسي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، أو قال في رواية قد فعلت، وهو عند مسلم. مسألة ثانية، إذا توضأ الإنسان داخل الحمام، بالذات الآن في حمامات مشتركة، فيها محل البول وفيها محل شنو؟ الاستحمام، محل الغسل، كله في حمام واحد في مبنى واحد، فكيف يسمي؟ بعض العلماء قالوا، بعض علمائنا المعاصرين قالوا قبل ما تدخل الحمام اصلا، اذا ناوي جوا تتوضا او تغتسل غسل الجنابه، لانه غسل الجنابه يتضمن شنو؟ الوضوء، فقالوا سمي من برا. اذا نسيت وانت جوا سمي بقلبك، ما سمي بصوت شنو يا جماعه؟ عالي. وبعضهم قالوا اذا تذكرت انت جوا تاخذ لك طلعه كده خطوه تسمي وتجي راجع ثاني. لكن انت سمي برا، اذا نسيت
جوا ذكرت جوا سمي بشنو يا جماعه؟ بقلبك. قال قال خرجه احمد وابو داود وابن ماجه وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. لما قال اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي؟ الصنعاني قال لانه ما قال والترمذي، قال وللترمذي، قال اتى بهذه الاشاره ليفيد هذه العباره اللي هي شنو؟ اللي هي الترمذي ما رواه في كتاب السنن حقه، انما رواه في كتاب العلل، روى الحديث في كتاب العلل. فالحافظ ابن حجر لو قال اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي، اي طالب علم بيتصور انه الترمذي في السنن، لكن اتى بهذه الاشاره قال وللترمذي، عشان يغير، عشان يقول الترمذي رواه صح لكن في كتاب ثاني، كتاب العلل. قال اتى بهذه الاشاره ليفيد هذه العباره. شوف العلماء دول دقيقين كيف. طيب قال وللترمذي عن سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد هو احد العشره المبشرين بالجنه، ابوه زيد بن عمرو بن نفيل، وابوه ابن عم عمر بن الخطاب. وزيد بن عمرو بن نفيل، والقصة المشهورة إنه كان على دين التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل عجيب مرة واحدة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سعيد بن زيد عن أبيه زيد بن عمرو بن نفيل أين هو يعني في الجنة ولا في النار، قال له إن أباك يبعث يوم القيامة أمة واحدة، لأنه كان موحد وجماعة مشركين مشركين، وكانوا يعبد الأصنام ما بيعبد الأصنام، وكانوا يأكل مما ذبح على النصب ولا يأكل منه، وكان يحيي الموؤودة، يعني جماعة لما واحد يشيل بيت ويمشي يدفنها حية أو يقتلها يقول لا أعطينيها أكفكها، أنا بكفيك بكفيك مؤنتها، ويربيها له لحد ما تكبر وتبلغ، يجيبها له ويقول له اذا دايره اديك لها، اذا ما دايره خليها معك. شوف الزول ده كان بيجاهد براو. قال عن سعيد بن زيد وابي سعيد، وتكلمنا عن ابي سعيد في حديث، عن سيره ابي سعيد في حديث، تراجعوا ورا يا جماعه لو بتخطوا الكتاب ثاني الا السبت الجاي. ايوه ان الماء طهور، ده من الكتاب ولا من الراس؟ لا الكلام الجواب ده من الكتاب ولا من الراس؟ طيب ما شاء الله كويس. طيب اللهم بارك. وابي سعيد نحوه، يعني الترمذي في كتاب العلل نقل نحو هذا الحديث عن سعيد بن زيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. وقال احمد لا يثبت فيه شيء. نعم. أحسن الله عليكم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، خرجه أبو داود بإسناد ضعيف. نعم الحديث ضعيف، وقالوا قال الشيخ الألباني رحمه الله لا يثبت في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث، وقال غيره أيضا من المتقدمين ما ثبت حديث أصلا في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان بيأخذ موية لفمه ويأخذ موية أخرى جديدة لأنفه، الفصل ده ما ثبت، إنما الذي ثبت هو شنو يا جماعة؟ المواصلة، الوصل، والوصل ثبت على صفات مختلفة لكن كلها وصل، يعني بموية واحدة كان بيدخل جزء في الفم وجزء في شنو؟ في الأنف في النخرة.
الوصل مع بعض، لكن ده ذات ثبت بعدة صفات، منها هيجينا الآن في حديث علي وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر. أيوه. يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ. يستنثر ولا ينثر؟ وينثر من الكف. وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. رجوه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة. متفق عليه. طيب، في حديث علي يحكي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض، والمضمض عرفناها هي تحريك الماء في الفم وغسله. قال: واستنثر ثلاثا، والاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق من الأنف. طيب، كيف كان المضمض والاستنثار ثلاثا في حديث علي؟ قال: يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني بيشيل مويه كده بيده اليمين، يشيل مويه كده ويدخل جزء منها وين؟ في الخشم، والجزء الثاني وين؟ في الأنف. دي صفة الوصل. طيب، صفة الوصل ذاتها كانت كيف؟ قالوا: حديث علي بن أبي طالب يوهم أو ظاهره، لأنه قال ثلاثة، ظاهره زي ما قال الشيخ بن باز يعني كان بيشيل مويه مرة واحدة بس بيده، يدخل منها جزء في الفم وجزء في الأنف ويمضمض ويطلع وينسر في الأنف ويطلع في الفم، ولسه في باقي مويه في اليد، يعني ما رجع تاني شال شنو؟ مويه، لسه في باقي مويه في اليد، تاني دخل منها في الفم وفي الأنف وفعل مثل الأول، مضمض وكده وانتثى، لسه في باقي مويه ثالث مرة الثالثة، يعني ما رجع تاني شال مويزات. وده ظاهر حديث علي بن أبي طالب. لكن المصنف أتى بحديث عبد الله بن زيد، إما، ودي خلاصة أقوال العلماء التي وجدتها، إما ليوضح الصفة التي أجملت في حديث علي، وإما أن ما جاء في حديث عبد الله بن زيد صفة أخرى. طيب، قلنا ظاهر حديث علي إنه شنو؟ إنه غرفة واحدة، وعمل بها ثلاث مرات، ما غرف ثاني نهائي. أما حديث عبد الله بن زيد وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، لسه ماشي معانا ابن عاصم. طيب، لسه ما جينا لعبد الله بن زيد بن عبد ربي. قال: في صفة الوضوء، يعني وضوء النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، يعني من كف واحد مضمض واستنشق، ومن كف ثاني واحد ثاني برضو مضمض شنو؟ واستنشق، وتاني أدخل، لأنه قال ثم أدخل، وتاني أدخل للمرة الثالثة ومضمض واستنشق، معناته شال مويه كم مرة؟ ثلاثة مرة. الشيخ العثيمين يقول ده هو يفسر حديث علي، قال: لأنه أصلا صعب الصفة الأولى دي، صعبة المويه بتنشف، لأنه أنت حتشيلها تدخل جزء في الفم وجزء وين؟ في الأنف، وناس خشومهم كبيرة وفي الأنف فبتكمل المويه. فقال كأنه الحافظ ابن حجر جاب الرواية الثانية لواد عبد الله بن زيد بن عاصم عشان تفصل وتبين وتشرح ما أجمل في حديث علي بن أبي طالب. والبعض الآخر من العلماء قالوا هذه صفة في حديث علي ذكرناها، وصفة ذكرناها
وهذه شنو؟ صفة التي في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. إذا استطاع الإنسان أن يفعل الصفة التي في حديث علي فينوع، مرة يعمل لي ومرة شنو؟ يعمل لي، لكن صعب. أما الفصل إنه يغسل خشمه 3 مرات ويشيل مويه 3 مرات للخشم، وتاني يشيل 3 مرات للأنف، كده غرف كم غرفة؟ 6. دي هي ما ثبتت في حديث صحيح، لكن الشيخ بن باز قال لو فعلها الإنسان فالأمر واسع، يعني حديث يعني وضوء شنو؟ ما باطل يعني، لكن ما وردت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الفرق بين الغرفة والغرفة؟ ها؟ الغرفة والغرفة؟ ها؟ لا غرفة، ما إلا غرفة. الاثنين وردوا في الحديث في أحاديث الوضوء، ورد غرفة ورد غرفة. أي ورد في القرآن غرفة بيدي. الغرفة هي المرة، غرفة يعني شنو؟ مرة. والغرفة هي الماء الذي يحمل في الغرفة، مرة واحدة دي غرفة. الموية اللي انت شايلها دي الموية جوا دي شنو؟ دي غرفة. بتلاقيه في الأحاديث أحيانا مضبوطة غرفة مقصود بها الموية دي، واحيانا مضبوطه شنو؟ غرفه دي المره، المره منها. طيب نقف لحد هنا.